السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في مقطع آخر. عن اليوم مقطعنا سنشرح عن إنشاء باركود أو بما يسمى برمز استجابة سريعة، والذي يسمى بالباركود. لدينا الآن كذلك 10 مواقع من أفضل المواقع لإنشاء الباركود أو رمز الاستجابة السريع، وهو اختصارا بالباركود. الآن عندنا هذه 10 مواقع، ونشوف ان شاء الله وش الافضل وش الاحسن لكم عشان انتم تروحون تصممون لكم باركود. طبعا اول شيء بشرح لكم الباركود. الباركود هو يعطيك صورة او رمز مثل هذا الشكل، مثل هذا الشكل. تروح عند كاميرا هاتفك وتحط عليه او على هذا الرمز، راح يفتح لك رابط او راح يفتح لك صورة او راح يفتح لك ملف او اي شيء انت حطيته على هذه الصورة. راح الان اشرح لكم مع الوقت. طيب عندنا اول موقع من هذا الموقع انشاء الباركود، يقول لك اختار الشكل اللي تبغاه مثل شكل المحلات اللي تعرفونه، جهاز المحل اللي يمسحونه بآلة، يعني على حسب السعر او شيء زي كذا، او تبغون تمسحونه في هاتفكم. انا بحطه على هذا الشكل او اللي يمسح على الهاتف. طيب يقول لك اختر عملية تحويل الباركود. ايوه، هنا تبغى تخليها نص، يعني اذا راح شخص او انت مسحت هذا الباركود من على كاميرا الهاتف وتبي وش يطلع له بعد، يعني يطلع له رابط، يطلع له نص، يعني كلمة معينة تحطها، او انه يتصل برقم هاتف، او انه يرسل رسالة الاس ام اس او القصيرة او النصية. انا بخليه يدخل مثلا على نص معين. طيب يلا نص معين او رابط او رقم هاتف، يتصل على طول على رقم هاتف او يرسل رسالة معينة، ولكن انا ابغى احطه نص عادي. وحكتب مثلا من النص السلام عليكم. لا عليكم عليكم اسف إني أتحدث معك عبر مسحك للباركود. طيب الآن لو يروح يشغله على كاميرا الهاتف، الحين دقيقة بس إني أتحدث معك، يلا الحين نسوي توليد رمز الـ QRL أو الباركود. يلا الان مثل ما تشوفون هذه امامكم هذا الباركود، لو حاط لكم اياه بجهه ثانيه، لو الان يمسح او يشغل الجوال حقه ويدخل على الكاميرا ويحط الكاميرا بس على طول بدون اي تصوير بدون اي شيء، بس يحطها على الكاميرا، راح يطلع لك الرابط سواء كان جهازك من الاندرويد او جهازك من الاي او اس، وينصح اذا كان جهازك قديم تحدثه عشان يكون عندك هذا الشيء، او تحمل تطبيقات مسح على الكيو ار ال. طيب نرجع لموقعنا. طيب هذا هو الموقع، خلاص الان تمسح بجوالك يطلع لك على طول. طيب نشوف الموقع الثاني. طيب هذا الموقع قاعد يطلع لك ملفات اكثر او ميزات اكثر من على اللي قبل شوي، ولكن ممكن يكون بعض المواقع تكون لازم دفع اموال او شيء زي كذا، ولكن هذا كل اللي نعطيكم اياه سيكون مجانا بدون اي دفع اي اموال، وهذه من افضل 10 مواقع. طيب عندنا هذه الخيارات، يقول لك اليو ار ال او تبغى الفي كارد او التكست او الايميل او الاسمس والى اخره. انا مثلا ابغى يطلع لي مثلا ايميل. طيب او في ار كارد تقدر تسوي لك انت، انا اشتغل هنا وقعد وهذه مدينتي وهذه 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 وكله معلومات عنك، ولكن انا ابغى مثلا ايميل، راح احط الايميل مثلا اي شيء سوري كذا مثلا دوت لا سوري ات جيميل دوت كوم. طيب مثلا هذا بيدخل الان، تبغى السبجكت مثلا اي شيء خله بس فاضي احسن، والمسج نبي نحط او لا السبجكت نحطه مثلا
دوت جيميل دوت كوم. طيب هنا المسج لا دقيقة مثلا لا تنسى شراء الجهاز الجديد. طيب مثلا كذا خلاص كرييت كيو ار ال كود. طيب خلاص يطلع لك الان هذا الباركود امامك، تمسح عبر الكاميرا يطلع لك على طول اللي قبل شوي كتبناه ويرسل على طول. عندك صيغه ثانيه، هذا الجي بي جي الصوره او الاي بي اس، ولكن نحتاج له الى سينج اب ساين اب، وعندك سي اف في جي زي في جي، ولكن ما يحتاج، قال له بس جي بي جي وامسح على طول وبس. عندنا الموقع الثالث، اللي معنا عندنا مواقع اكثر من اللي قبل شوي، مثل ما تشوفون امامكم، عندك اللينك الجي بي جي البي جي ايميج بي دي اف فايل والى اخر، حتى عندك المنيو المطعم مثل ما تشوفون ريستورنت منيو، وعندكم روابط ثانية مثل الجي بي جي والبي ان جي والايميج ومواقع اخرى، ولكن انا ابغى اضيف مثلا ماب. طيب ولا خليه لينك احسن. طيب وش تبغى يكون هذا اللينك عنه؟ مثلا عن مش مثلا يلا بوك هاند لايت فيرس بصراحه، ونحط اللينك المعين. طيب انا بحط لينك مثلا عن جوجل الاخبار، هذا مثلا راح انسخ هذا الرابط. طيب بحطه في موقعنا اللي قبل شوي جنر كيو ار كود. خلاص الان بس من يمسح هذا الباركود يطلع له الموقع اللي قبل شوي حطيناه. عندك اشكال كثيره، وش تبغى؟ بس تبغى كذا، تبغى كذا، تبغى كذا. انا مثلا عجبني كذا بحط ستايل. وش تبغى تكون ستايل الخطوط او النقط؟ انا بخليها مثلا كذا. وش الكاستم اللي داخل؟ كيو ار كار كذا احسن. خلاص بيطلع لك هذا الرابط، امسحه يطلع لك اللي انت بس. نشوف الموقع اللي بعده، عندنا هذا الموقع اللي اسمه كيو ار كود مانكي. طيب عندك هذه اشياء كثيرة ومور، بعد في اشياء ثانية كلها عندك، حتى لو السوشيال ميديا لو تفتح ملف او تفتح حساب سوشيال ميديا او التواصل الاجتماعي راح يطلع لك على طول هذا ال سوري. طيب خلاص. طب الان نحط مثلا هنحط وش نحط؟ حط يلا ملف يوتيوب. يقول لك وش الملف، وش ال او اسف وش ال وش الكيو ار كود، ولكن انا بدخل وظيفه من عندي من هنا مثلا، بضيف لهذا المقطع مثلا ان طيب راح انسخ هذا المقطع راح الصقه. طيب يقول لك ست كلرز، او يعني ايش تبغى اللون حق الموقع وش زي كذا. انا بحطه سنجل كلر او لود واحد. أعدد لوجو البيج، أضيف لك صورة، أو تقدر أنت تضيف لك صورة، ولكن أنا بضيف لي صورة جاهزة من عندي. بضيف لي صورة جاهزة من عندي، مثلا بضيف شعر يوتيوب عشان يجاني. عندك هنا، طيب أعطيك هنا، يلا. الآن تضغط كرييت كيو آر كود. شفتوا؟ طلع لي بهذا الشكل، واقدر اني اصغر هذه النقط الكثيره جدا ومره زعجتني وما ابيها. من هنا اسف، من هنا اقص بالشكل هذا مثلا، بس تنزل الان بس تحط داونلود للبي ان جي يطلع لك على طول المقطع او الملف اللي قبل شوي حطيناه. طيب يلا شوف المقطع اللي بعده، عندنا هذا الموقع باسم كيو ار كود جنريتر اتوقع. نعم عندك هنا مواقع كثيرة او ملفات كثيرة تبي تضيفها،
عندك ملف بي دي اف، عندك اشياء كثيره جدا. بحط مثلا ملف بي دي اف او 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 بحط لي رساله اس ام اس، حط الرقم مثلا، تضيف اي رقم معين مثلا يلا، وبحط لي مسج مثلا اي شيء، ارسل السلام عليكم مثلا، بس كذا خلاص من عند رساله. خلاص حط لك كاستم او شكل لل كيو ار كود حقك. انا مثلا عجبني هذا الكيو ار كود، خلاص امسح هذا الكيو ار كود قبل شوي تشوفه واستمتع، يعني شوف اللي تبغى. عندك سكان تقدر يوزنج يور ويب سايت ويب كام، ولكن انا ما عندي ويب كام او ما عندي كاميرا، ولكن يلا نشوف الموقع اللي بعدنا. رمز استجابة سريع لأي رابط مجانا، هذا موقع ثاني وموقع تقريبا يكون عربي. طبعا المواقع كلها راح تشوفونها بإذن الله تحت في الوصف، كل المواقع. طيب عندنا تبغى رابط رقم هاتف، واتساب، موقع جغرافي، واي فاي وأخرى وأشياء كثيرة جدا جدا. عندك حتى الباي بال، عندك الباي بال، عندك انت او عملة الكترونية او ملاحظة او 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 او, أو الى اخره. انا بحط مثلا موقع جغرافي. طيب عندك خط الطول، خط العرض، وكل ما كل شيء عن او بحط لي واي فاي احسن، حط لي واي فاي. طيب شوف عذرا في مشكلة بس بالتطوير، خلينا نحط رقم هاتف. يلا بسم الله، يقول لك ضف رقم الهاتف هنا، أضيف رقم هاتف معين، هنا تخيلوه رقم هاتف ويدخلكم شيء. ألوان أو اختياري، تقدر هذا كله اختياريات. أنا حط لي ألوان، حط لي أشياء، لون المقدمة، لون الخلفية، شفافية اللون، وكذلك نوع اللون. تبغى نمط متدرج يكون هنا لون وهنا لون، يعني كل لون هذا موجود أسود، أو تبغى ألوان. طيب لون المربع وكل التصميمات، أو تبغى علامة تجارية عليها والميزات كل هذا مرة يعطيك تفصيل على الكيو ار كود. عندك هنا تحميل او تبغى تطبعه، ما عندك اي مشكلة. شوف الموقع اللي بعده، عندنا هذا الموقع اللي بعده اسمه انشاء كيو ار كود مجاني، اونلاين كيو ار كود جنريتور. طيب هنا عندنا مواقع كثيرة جدا وخيارات كثيرة جدا. بحط لي مثلا واي فاي، حط لك هنا شبكة الـ SSD، اسميها انا كذا مثلا، وش كلمة وش نوع الشبكة بحطها WPA او لا يوجد تشفير، افضل لا نخليها كذا، افضل كذا. ونحط كلمة سر معينة وخلاص، تبي تخفي كلمة تخفي هذولي او تبغى تخليهم. طيب هنا عندك الوان، شعار، اطار، تصميم، كل ما هو يعجبك. وعندك هنا حفظ الكود كيو ار كود، خلاص تشبكه يدخلك على طول الشبكه بدون اي تسجيل للشبكه، فهذا شيء جدا جدا جميل. نشوف الموقع اللي بعده، عندنا موقع اسمه فري كيو ار كود كيو ار كود جنريتور. اختر اين يجب ان يوجه الباركود مستخدميه، ايوه وين يوجه الباركود حق مستخدمينه او اللي يبي يدخل عليه. فانا ابغى شيء معين، مي كارد. تبي هنا تفاصيل كثير جدا، اسمك واسم الاخير، اسم مستعار، رقم هاتف، رقم هاتف ثاني، رقم هاتف ثالث، بريد الكتروني .com، واشياء كثيره 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 تقدر تضيفها. خلاص انشاء الكيو ار كود، خلاص امسح الباركود، دخلك على قبل شوي كل تفاصيل الميكارد يطلع لك هنا. نشوف الموقع اللي بعده، عندنا الموقع واسب باركود تكنولوجيز. هذا الموقع يعطيك مثل هذا الموقع، يدخلك عبر الاجهزه حقت مثل المحلات وذي الاشياء. فوش تبغى يكون الكيو ار كود حقك، وش يكون عليه؟ فانا بحط 93 او الكيو ار كود هذا النوع، فانا لا بحط الكيو ار كود نوع هذا،
بحط التكست اللي عليه السلام عليكم، بيصير حق المكتوب عليه، وايميل لو تبغى تضيف ايميل، ولكن في هذه اشياء اختيارية اتوقع. طيب ممتاز. يقول لك generate code. طيب هذا هو الكود اللي قبل شوي، هذا انواع للكود، انواع كثيرة للاكواد، في الاكواد الطولية وفي الاطوال، الكود اللي مثل شو يسمونه ما ادري الصراحة، الاعمودية وما ادري ايش هذولي، ولكن هذا الكود المعروف اللي يمزحه الهواتف. هذا الكود الان صغير جدا، يطلع لك ملفات واشياء كثيره جدا اخرى تفيدك ان شاء الله. طيب شوف الموقع اللي بعده. طيب عندنا الموقع هذا اسمه اونلاين باركود جنريتر، مثل سامي كلها. طيب يقول لك وش تبغى تضيف، وش نوع الكود. انا مثلا بحط نوع الكود مثلا كود 11 يا مي. وعندك هنا انواع كثيرة 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 للموقع، فانا بحط مثلا tagging your code for mobile، وبكتب date، خلى نفس الكلمة اللي قبل شوي عليه applications. خلاص الان حط download لهذا الصورة، يطلع لك الكلمة او الكيور كود هذا اللي حطيناه وبس. وهذه هي السهولة جدا في هذا الموقع. هذه أعطيناكم من أفضل المواقع لتصميم الكيور كود أو الرمز الاستجابة السريع. إن شاء الله أنكم استفدتوا من هذا المواقع، أو أنكم تعلمتوا شيء جدا جميل في هذا المواقع، أو ممكن في ناس ما يعرفون وش الكيور كود أو رمز الاستجابة السريع، والآن علمناكم وش هي واستفدتوا إيش هي. نشكركم على مشاهدتكم هذا الفيديو، بإذن الله نراكم في مقاطع أخرى لأفضل 10 مواقع، سواء كانت أي شيء بإذن الله. نراكم بإذن الله في مقطع آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.